جالك سيدي، جالك تحكيكم سيدي. ما تم تم حكايه برجوليه، ما انا برجوليه، ما أنا لازم، ما انا اي واحد، ما انا تو ما انا بصدد الاصغاء للحكايه هذه، انه لازم ما انا يكون ما انا كابابلي باش ما انا كما يقول فيها، ما انا لازم يكون ما انا كونسنتراسيون ياسر. وي هذه بريميرمون. تروازيامون لازم معناها كل واحد معناها يكون كونسنتراسيون بريميرمون، تروازيامون يكون معناها كونسنتراسيون اكثر من البريميرمون، فهمت؟ باه قالك سيدي، ثم واحد معناها تبع بالكدا، معناها ثم لازم الحكايه دي، لازم معناها الواحد باش يفهم معناها الوحده، معناها اللب نتاع الحكايه، لازم يفهم مش عمل الواحد ذا، فهمت؟ باه الواحد ذا معناه من اللي قبل، معناه ما يكون هو واحد، ومعناه اللي عنده حكايات، معناه ما هو معناه يكون معناه واحد برك، فهمت؟ كيك سيدي، الواحد ذا عنده معناه عنده ثلاثة وحدات، فهمت؟ الواحد ذا هو ما لا ما فهمتنيش لا لا ما فهمتنيش هو ذا معناها كي اللغز، كي الأحجية، فهمت؟ أحجية يعني، ناس تقول أحجية، فهمت؟ هكاك جاك سيدي، معناها الواحد ذا عنده ثلاثة وحدات، كل واحدة معناها كل واحدة وحدة توحد في وحيد، فهمت؟ معناها كي يحدي هو وحدة موحدة، معناها كل واحدة تحدي وحدة، فهمت؟ قعدت في بيك جاك صحيت هكاك جاك الوحدة ذي معناها، فهمت؟ قالك معناها كل واحدة عندها واحدة توحد في وحدين، معناها وكل واحد وحده، مع يوحد في وحدات وحدهم وحدهم، فهمت؟ قالك الوحدات تضم، قالك الوحدة الأولى توحد وحدها، الوحدة الثانية كيف توحد وحد، الوحدة الثالثة عندها واحدة توحد معناها وحدين، ما أوحد من الوحدات الوحدين الآخرين، فهمت؟ معناها الوحدات تضم كي يجوا يوحدوا معناها وحدات واضحين، فهمت؟ هكاك الوحدة دي معناها هو معناها الواحد ضاع عنده معناها ثلاثة وحدات كما قلنا، وكل واحدة توحد وحدها، وكان في معناها عندها وحدات توحد وحدهم وحدين، فهمت؟ معناها كي توحدهم وحدهم وحدين معناها توحد كل واحدة وحدها كيك كيك الواحد ضاع كل مرة معناها يجي واحد معناها يعطيه واحدة من الوحدات ويقعدوا يوحد وحده معناها وحدات أوحد من الوحدات الآخرين معناها اللي كانوا عنده وحدين. قالك الوحدين نضم معناها لازم معناها يكون هو معناها كي ذاك عنده واحدة من الوحدات ينجم معناها يتحد يتولي واحد معناها وحده وكل واحد وحده، فهمت؟ معناها كي جاء سيدي المرة الثانية واحد هذاك هو معناها، فهمت؟